بالله عليك لو أن قيل لك يوم القيامة همك اللي بتحاسبك تشعر بشيء من الأمان؟ صح. شيء من الاطمئنان. أنت جايب العيد في الدنيا تدخل عليها تقول يا إمه طالب إيش طلبها أنا أخطيت خلص. لو أنك إن شاء الله مسوي أشد شيء تتصوره الأم يعني قريبة جدا. نعم قريبة. فإذا قالوا لك حسابك يوم القيامة كمسلم عند أمك شيء من الاطمئنان يختج ولا لا؟ في أحد منكم يشك في هذا؟ إذا كانت الأم أمك هذه الرحمة أنا شوف رأيش كبري إلى اليوم أمي تصل عليك كليت أدواك فأقول أجاوبها السكر معي سكر فأقول لها إيه كليتها؟ قالت ترى بعد الحبوب لجيت بها والله ما ما زل عليكم بالعمر هذا وترسل مثل خادمة وتعد الحبوب كم نقص منها أكل ولا ما أكل إيش الرحمة هذه؟ أنا وش اللي أردت أن أصل إليه؟ ترى أمك أخذت جزء من رحمة واحدة وسعت كل الخلق يعني كم نسبتها؟ لا شيء. 99 رحمة عند الله يوم القيامة خاصة لأهل الإيمان يوم القيامة. يا رب انك تميتنا على الايمان يا الله يا رب انك تميتنا على الايمان والاسلام عشان تعرفون ما يذخره الله لنا من العطاء والفضل والخير يوم القيامه شيء ما تصور. فاذا كان هذا جزء واحد امك تتعجب من رحمته جزء لا 99 رحمه خاصه لاهل الايمان.